هاي جايز، رجعت على البيت. ف بدي امسح اوكي كنت عم اقول لكم بدي امسح الميك اب، بس اول شيء بعمله اول ما ارجع على البيت بعد ما ابدل لبسي اني بمشط شعري وبسوي جدوله مشان يصير طويل ويكسف اكثر. اعتمدوا هاي بنات، انا ما بستخدم شيء لشعري، بس بربطه جدولي هيك وبضبه. واهم شيء بس تربطوا جدوله، ما تضلكم تسووا فرقه هون مشان ما يصير في صلعه او شيء. فبس انه مثلا مره سووها هيك، مره سووا هون الفرقه، مره سووها هون. اذا انتبهت علي انا كل مره بسويها بمكان. عن جد الشعر كثير بيستفيد، وكمان هو صح ما بتشد الشعر الجدوله، بس احتياط، يعني الاحتياط واجب. ويس، فانت بدي اورجيكم الكركبه اللي قدامي. ثواني شوفوا قد ايه في كركبه، وبدي اضب الكركبه مشان اعمل انبوكسينج. بدي اضب الكركبه وبدي امسح الميك اب قبل ما اعمل انبوكسينج، بس في خطه انه اضب اول قبل ما اعمل انبوكسينج مشان ما انه انظف وجهي واروح اعمل هيك بسحب على التنظيف. فبدي اورجيكم درجي، اذا حضرتوا فيديو اليوتيوب بتعرفوا قديش كان مرتب، بس شوفوا هلا كيف صاير. ف يس يلا نبلش. كنت بدي ارتبه، يمكن ارتبه، رح ابلش ارتب فيه شوي. انا المفروض احط البارد سنابون، شلت هاي عن راسي لانه حسيتها شوي مشدودة على الشعر، ما بوجع راسي انا. اوكي، اي شيء محتاجه رح احمله واحطه بهذاك الدرج اللي هو درج مثل ستور، فاللي رح استخدمه بشكل يومي رح احطه هنا عشان ما البك حالي. يعني مثلا كنت عم اقول انه مثلا هدول الاي لاينرز كلهم ما بحتاجهم، يعني بستخدم اللون الاسود بس. فرح اترك هاد، رح اترك هاد، واحد ليكويد والثاني كحل عادي، واي اس ال كمان اي لاينر، واي ثينك انه هدول كلهم ما بحتاجهم، بس هاي بروش. في واحد كمان، يعني بخلي ثلاثة اي لاينر، بخلي الاسود، البني نو رح اشيله، باقي هدول رح اضبهم بالدرج هنيك. فرح اشيل هدول احطهم على جنبي، هدول رح اخليهم. نحط الباليتس مع بعض، هون باليت، شو باليت، ايه هذيك المرة، ايوه اوكي. رح اشيل هاي لاني ما حبيت درجاته الصراحة، رح اضبها هنيك كمان بالستور، دروج الستور. هدول رح اخليهم مع الباليتس، وخلي هاي الباليت كمان كتير حلوة بتورجيكم اياها، فيها بني، فيها جلتر، فيها هدول الاشياء الجميلة، فرح احطهم، محتاجة. رح احط اللاينرز هيك، وشو كمان فيني احط؟ مو الي، هذا مو الي، هذا مو الي، مو الي، مو الي. اوكي خلصنا الباليتس، بدي اضب الباودر، او رح اجمع البراشز لانه ما شاء الله مرميين كل الدرج. this one، وبحطهم بعلبة واحدة مع بعض، فورجيكم العلبة البراشز شو فيها، شو ما فيها البراشز. اوكي رجعت لكم بعد ما ضبيت الاشياء اللي كنت اوديها على الدرج، وديتها. هلا بدي اكمل الدرج اللي عندي. هدول ما عم استخدمهم الصراحه، مره بستخدمهم مره لا، بس بما انه السكين كير كله بخلقتي فرح اشيلهم، احطهم بالطرف. اللي خلصت هلا شالت الميك اب ورح نعمل انبوكسينج مع بعض. راح افتح صندوق، صندوقك ليش؟ اصوره لحالي. ليش؟ شو ليش؟ ليش؟ بدي اخرب وانا اخربه عليك يعني؟ ما انت رح تفتحي، رح تفتحي منيح اني ما شحطت لك اياه لهون وتعبت حالي. شحطته جايز كثير ثقيل، طبعا انا ما قدرت، انا ولين حملنا واحد ووقفنا بنص الطريق ايدينا انهلكت. مصطفى حمل واحد لحاله، صراحه كثير ثقيل طلع، ما توقعت هيك. سكري الباب. اوكي ححطهم هون مع بعض،
الليب لاينرز. شحطته لهون. شو بدك تفتحي كمان لحالك؟ اوكي ماشي يا خاينة. شو قصدك حبيبتي؟ صندوقي احلى من وجهك. حلو لين لين انه بتسيرني. هلا شلت الليب لاينرز لحالهم، ما بعرف وين بدي احطهم صراحه. عندي الباودر باف هون، هدول الليبس، هاي كمان. واو اوكي اي اندرستاند. انا اسفه يا جماعه بس انا عم اضب معكم، انا ما عندي حدا يسليني. انا لو بدي اروح هناك بكون دفتر. حط هاد معه عشان يثبته. هذا مو لي، هاد للين. ابصر شو جابوا لعندي. ما عاد فكرني انا حراميه. مو ابصر شو جابوا. اوكي سو لايك ذس اند لايك. ما بفوت بس. ومنجمع الماسكارات. ما بستخدم ولا ماسكارا فرح ارجع. انا رح اترك بس هدول التنتين. هدول يعني تعرفوا هاي السيلفر باين انه ماي فيفورت. معبى عندي منها بالدرج هون عشان ما تنقطع مني عشان ما تنقطع ابدا. هاد ليش هون؟ هاد شو جابوا لهون؟ هاد سكين كير. هاد ما بدي اياه كمان. هايلايتر ما بدي اياه. هاد بدي اياه طبعا. هذا افضل شيء بالعالم ممكن تستخدموه انستازيا للحواجب، يعني بثبت 3 ايام اذا ما غسلته. ما غسلته للحواجب. هون كونسيلر، هون جنب الماسكارا. هاد الهيت بولع فرح احطه هون. كونسيلر كمان. هاد ما بدي اياه، بدي ارجعه على الدرج. بدي ارجعه على الدرج. هاد ما بحتاجه، بدي ارجعه. هاد حلو، هاد كيوت، لونه كتير لطيف. فلور مار. هادا هون. هاد ما بستخدمه. جايز مشان تعرفوا كيف بتتكون الكراكيب، الكركبات كيف بتتكون، انه بتحطوا اشياء تحطوا اشياء تفكروا حالكم رح تستخدموا كل شيء عشان ما تستخدموش. هاد لللبس هون. هاد اي شادو. هاد ما بدي اياه. ويس هيك بنكون خلصنا اي ثينك. جايز افرجيكم قديش انا فاضيه وقديش انا بعبي كراكيب. كيف تعرفوا انه انا بعبي كراكيب؟ هاد لللبس، تخيلوا مثل اللبستك. هاد افرجيكم لونه ما احلى، اسود. انا كل يوم لانه بحط اسود، عرفتوا ليش؟ بس انتوا ما بتحسوا. لا انا بضغطه. هاي هون براية. هاي للرموش، لما كان عندي رموش، لما كنت حاطه رموش. يس تعالوا اورجيكم الدرج كيف صار. ترى بتعرفوا انه بشتغل على الفاضي؟ الحمد لله. دولفين عطس طبعا. يلا نكمل. هلا بنبلش نضرب هون. مش شايفينه فاضي؟ عم بفكر احط السكين كير هون تخفيف من التراكيب على التسريحة. حلو التسريحة تكون فاضية. هاي براية تانية، عندي برايتين. بيوتي بلندر، باودر. ما رح احط سكين كير لانه رح يرجع يتكركب. رح اكون سمارت. هاد لرين، هاد لرين، هاد لرين. هاد ايه؟
هاي هون انا بس جيت عشان اصور. هاي نيك. وهلا بنكون خلصنا، هاي بتكون اخر فقره ترتيب. خلص طفينا كل شيء. السكين كير ما بعرف وين بدي احطه، بس رح احاول اتحش كم واحد عندي بالفرش قبل ما بفوت. رح احاول اتحش اللي بستخدمه عن جد من قلبي يعني. اوكي راح احط هاد اكيد استخدمه كل يوم. راح احط هدول من جونك إليفنت. راح احط هاد فرشة بستخدمه. هاد للنايت بس هذا ما كتير حبيته لبشرتي فما راح احطه. خلي هاد اللي هو بكون مثل مويست، يا هو مويسترايزر اصلا كتير حلو للبشرة عندي. هذا جربته ما بيفوت، شو اسوي؟ هاد هون. هاد لتحت العين حلو. هاد الاويل كمان حلو. وهاد السيرم كيوت. That's it. خلصنا. هدول اللي ارجع. هاي البرشي. هاي البرشي. شو بدك خلص؟ بس اول مبسوطة. هذا البراينر، هدول البراينرز نيكس، بعرف وين كيس نيكس، بس بدي احطهم نيكس وهيك نكون خلصنا.